كما كنقولوا نجيبوا التعادل في نجيبوا التعادل في المهرجان ما نقدروش اننا نجيبوا شي حاجه وما نقدروش عليها غنقولوا ديك الساعه حنا ما قدرناش نسيروا كنحاول حنا كجمعيه اللي كنمشيو ندفعوا طلبات الدعم لبعض المؤسسات الخاصه وهذه نقطه بغيت نشيرها بما ان كاينين صحافه وطنيه بغينا حنا كنحاولوا نسوقوا لمدينه العرائش بغينا واحد التسويق يكون لمدينه العرائش مدينه العرائش ما واخداش حقها لا من ناحيه الانشطه ديالها لا بزاف ديال الحاجات حنا ملي كنمشيو ندفعوا واحد الطلب بعض الاحيان كيفاجئونا يقول لنا مدينه العرائش ما عندهاش الخريطه ديال الدعم مؤسسات كبيره خاصه كتجي عندنا يقول لنا لا مدينه العرائش ما دخلتش عندنا في ملفات ديال الدعم حنا هذا واحد السؤال اللي صراحه كبير شكون اللي وراء هادشي هذا حنا من خلالكم انتم كنحاولوا نجتهدوا نخرجوا المراجع من عمق الزجاجه باش ينجح ويبقى يستمر حيت كما قال واحد الاخ في شي مداخله ديال ان المراجع كان شي واحد اخر يمكن كان ما يقدرش ولولا اننا الشامعين ما كانش خدموا كمثله واحده كانوا بيناتنا بعض المشاكل ولكن كنحاولوا نتجاوزوا كل شيء باش نخليو المراجع ودينا في العرايش يجيونا الناس برانيين ويقولوا احنا ماشي العرايش حتى شكينا واحد المراجع وهادشي هذا ما يمكنش نديرو حنا بوحدنا كجمعيه حنا كنقدروا نديرو برنامج ولكن التسويق الحقيقي هو التسويق اللي كتقوم به الصحافه هاد الصحافه سلاح ذو حدين كتقدر انها تطيح واحد الحاجه وكتقدر انها تطلع حنا كنحاولوا الجهد ديالنا كامل باننا نرضيو ونحاولوا داكشي اللي قلناه في الندوه الصحفيه نديروه 100% في الواقع وكيبقى الاخوان الصحفيين انهم يتبنوا المجهودات